إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عبر الأثير الإذاعي تقدم إذاعة القرآن الكريم خدماتها الإعلامية منذ 57 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم. أرشيف ضخم من التسجيلات النادرة لمشاهير القراء الذين ذاع صيتهم في العالم الإسلامي أضحى اليوم جزءا مهما من الخريطة البرامجية. وبالتزامن مع اليوم العالمي للراديو تسعى تلك الإذاعة دوما لتطوير أدواتها المختلفة من أجل تقديم مضمون يتناسب مع متطلبات العصر وجمهور المستمعين. لم تنسى إذاعة القرآن الكريم أن تكون ببرامجها مواكبة لكل ما يحدث في عالمنا، ذلك لأنها لم تكن في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام بمعزل عن واقعنا المعيش في بلادنا، وذلك بتقديم صحيح الدين وتعريف الإسلام الوسطي الحقيقي، وكذلك بتقديم الفتاوى التي يحتاج إليها المستمعون. صوت العرب من القاهرة، أيها الإخوان أحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. خلف هذا الميكروفون تنطلق خدمات إخبارية وبرامجية تناقش كل ما يدور في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج عبر إذاعة صوت العرب التي بدأ بثها قبل 68 عاما. أيها الإخوة، الآن نستمع لهذه الأغنية عبر أثير صوت العرب من القاهرة. لا يخشى العاملون هنا على بقاء منبرهم الإعلامي، إذ يعتمدون على كون الراديو رفيقاً دائماً لشريحة كبيرة من الجمهور في كل زمان ومكان. التكنولوجيا أثرت بالفعل تأثير كبير جدا على الإذاعة، على المنظومة الإعلامية. إحنا هنا في إذاعة صوت العرب استفدنا أيضا كمان من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، يمكن في انتشارنا بشكل أكبر. كنا موجة متوسطة، أصبحنا موجة FM، فأصبحنا أكثر انتشارا وأكثر تغلغلا في عمق مصر والعالم العربي بأكمله. رغم التطور التقني الكبير الذي طال وسائل الإعلام المتنوعة، لا تزال الإذاعة حاضرة بقوة في المشهد الإعلامي، حيث يستمع 85% من الأشخاص حول العالم للراديو بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويشير التقرير نفسه إلى ارتفاع ساعات البث للشبكات الإذاعية المصرية بنسبة تزيد عن 3% ليصل إلى 190,300 ساعة مقارنة بعام 2019، وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على حاجة الجمهور المتزايدة لتلك الوسيلة الإعلامية. نحن نلاحق التطور، موجودين من خلال تطبيقات على الموبايل، حضرتك تقدر في أي لحظة وفي أي مكان في العالم تستمع إلى إذاعتنا، إلى 8 شبكات الإذاعية أو إذاعة الأغاني. الإنترنت، نحن موجودون على الإنترنت، موجودون على مواقع كثيرة، على السوشيال ميديا. الحمد لله الإذاعة موجودة وستظل موجودة، وبتصل إلى أضيق، يعني أبعد نقطة وإلى أبعد مكان على أرض مصر وفي أرجاء المعمورة. منذ عام 1934 ظلت الإذاعة المصرية تلعب أدوارا متعاظمة في التوعية والإرشاد والتفاعل بشكل إيجابي مع كافة القضايا المجتمعية، ما جعلها الوسيلة الأقرب للوجدان. كريم رجب، إكسترا نيوز.